بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكم أهلا وسهلا، برحب بيكم. واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد السيدة نفيسة وفي المقام الكريم. وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين، والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا نكون انجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية، عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود. فاحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. لكن النهاردة تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين ليه بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير. واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بوسط الشعب المصري. يعني مرة تانية برحب بيك، وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم ده والجميل ده ان احنا موجودين هنا في مقام كريم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.